الـ elements of symmetry أو عناصر التماثل أو الكريستال سيمتري أو تماثل البلورات. عناصر التماثل يا جماعة عبارة عن حاجة اسمها center of symmetry و plane of symmetry. center of symmetry يعني مركز تماثل، plane of symmetry يعني مستوى تماثل. ثلاثة axis of symmetry اللي هو محور تماثل. نعرف مع بعض او نفهم مع بعض يعني ايه center of symmetry ويعني ايه plane of symmetry ويعني ايه axis of symmetry. center of symmetry يعني مركز تماثل، بمعنى ان هي نقطة في مركز البلورة، عبارة عن نقطة في مركز البلورة بتتماثل حواليها العناصر البلورية المختلفة وعلى مسافات متساوية من العناصر البلورية المتشابهة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الوجه ده موجود عندي في البلورة، لازم الاقي وجه زيه في المقابل تحت على نفس المسافة من مركز البلورة. نفس النقطة دي برضو او مركز البلورة ديت او مركز التماثل ده هلاقيه برضو بينصف المسافة او على مسافة متساوية من الوجه ده للمركز ومن الوجه المقابل للمركز الثاني، فده بيسموه center of symmetry او مركز التماثل. plane of symmetry او مستوى التماثل ده مستوى وهمي برضو بيمر بمركز البلورة، بس بيقسم البلورة لنصفين متماثلين كل واحد فيهم صورة مرآة للآخر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو انا عندي الورقة دي كده، لو انا عندي الورقة دي زي ما انتم شايفين كده وقسمتها لنصفين متماثلين، هل الخط اللي قسم الورقة دي لنصفين متماثلين يعتبر بلين اوف سيمتري او مستوى تماثل؟ لا، ما يعتبرش مستوى تماثل. ليه؟ لان ديت مش نفس صورة مرآة دي، دي هي دي بس المعكوس بتاعها. طب ازاي ديت تبقى صورة مرآة لديت؟ شيل الورقتين كده بالوضع ده كده، ده ما يعتبرش مستوى تماثل اللي قسمهم الاثنين لنصفين. امتى يبقى مستوى تماثل؟ في الحالة دي كده، لو قسمهم لنصفين متماثلين كل واحد فيهم صورة مرآة للآخر، هو ده اسمه plane of symmetry أو مستوى التماثل. الأكسس of symmetry أو محور التماثل أو المحور الدوراني التماثلي ده محور أحد الخواص الخارجية للبلورة، بتتكرر أكتر من مرة لو لفينا البلورة حوالي 360 درجة. بمعنى إن أنا لو مسكت البلورة ده بالوضع ده كده، ده يعتبر محور وهمي أو محور تخيلي أنا افترضته. هبدأ ألف البلورة وأحدد حاجة من الموجودة قدامي وليكن الوجه ده، وأبدأ ألف البلورة. لو الوجه ده اتكرر ده معناه إن ده محور تماثل، ده معناه ان ده ايه؟ محور تماثل. لازم أن يكون نفس الوجه وبياخد نفس الوضع بعد ما يلف البلورة 360 درجة. في حالة ان المحور البلوري الشكل كان بيتكرر او الوجه او الزاوية المجسمة او الحافة بيتكرر مرتين بعد ما يلف البلورة 360 درجة، بيقول عليه محور بلوري او محور تماثل ثنائي. لو بيتكرر ثلاث مرات بيقولوا ثلاثي، لو بيتكرر أربعة بيقولوا رباع، لو بيتكرر ستة بيقولوا ثلاثي. الثنائي بيرمزوا له بالشكل البيضاوي المصمت، والثلاثي بيرمزوا له بشكل المثلث المصمت، الرباعي بيرمزوا له بالمربع المصمت، السداسي بيرمزوا له بالشكل السداسي المصمت. مركز التماثل بيرمزوا له بالحرف N. plane of symmetry او مستوى التماثل بيرمزوا له بالحرف M. تعالوا نبدا نشوف يعني ايه محور تماثل ثنائي، ويعني ايه محور تماثل ثلاثي، ويعني ايه محور تماثل رباعي، ويعني ايه محور تماثل سداسي. اول حاجه هنمسك بلوره المكعب، هنمسكها بالشكل ده كده ونحدد وجه زي ده كده. انا ماسك كده من الحافه دي للحافه دي، ماسك بالشكل ده كده، ونبدأ نلف البلورة. بعد ما حددنا الوجه ده نبدأ نلف البلورة 360 درجة. هنلاقي هنا قابلتنا حافة اهيت مش نفس الوجه، وبعدين هنلاقي الوجه قابلنا تاني اهو، قابلنا بنفس الشكل في نفس الوضع بعد ما لفيت البلورة دورة كاملة اهي، وبعدين رجع لي الوجه اللي انا كنت شايفه في الأول. ده معناه ان الوجه ده اتكرر مرتين حوالين المحور اللي انا ماسك منه، ده يبقى اسمه محور ثنائي لايه؟ التماثل. طيب يعني ايه محور ثلاثي التماثل؟ لو انا مسكت البلورة دي كده برضه بالوضع ده
وعلمت مثلا وليكن الوجه ده، وبعدين هلف البلورة هلاقيه اتكرر كمان واحد اهو، يبقى كده اتنين، هلف تلاتة صح، وبعدين هلف هلاقي الوجه اللي انا كنت ماسكه في الاول رجع لي تاني، يعني هما اتكرر كام مرة؟ ثلاث مرات حوالين المحور ده. ده معناه ان المحور ده درجة التماثل بتاعته ثلاثي، او محور ثلاثي التماثل. طب يعني ايه محور رباعي؟ لو مسكنا البلورة ديت بالشكل ده كده هنلاقي ان في اربع اوجه حوالين المحور ده، لو لفيت واحد اتنين تلاتة اربعة، بلاقيهم بيتكرروا في نفس المكان وبنفس الشكل اربع مرات بعد ما لف البلورة دورة كاملة او 360 درجة. فده معناه ان ده المحور ده ايه؟ درجة التماثل بتاعته رباعي، او محور رباعي التماثل. طيب يعني ايه محور سداسي؟ لو مسكت بلورة زي دي كده بلاقي حواليها ست اوجه متشابهين، لو حددت وجه منهم وبدأت الف كالتالي هتلاقي برضو ايه؟ بيتكرروا ست مرات في نفس الوضع وبنفس الشكل، فقول ان ده محور تماثل درجة التماثل بتاعته سداسي. لما بيجوا يدرسوا البلورات او لما درسوا البلورات عملوا حاجة الكمبليت سيمتري فورميولا، او معادلة كاملة التماثل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن استخدم الرموز المختلفة ديت علشان اعمل معادلة لنظام معين تعبر عن كل انواع السيمترية او عناصر التماثل اللي موجودة في النظام ده. هنعمل ايه؟ هنبدأ نجرب كده ونشوف ونعمل معادلة كاملة التماثل لنظام المكعبي. هنشوف كده عندنا كم محور رباعي التماثل. هنمسك البلورة دي كده هنلاقي ان من الوجه ده للوجه ده محور رباعي التماثل اهو، لان الوجه بيتكرر حواليه اربع مرات، واحد اثنين ثلاثة اربعة، بين كل وجه والتاني بين كل وجهين محور رباعي التماثل. وانا عندي هنا كم وجه؟ ستة اوجه. ده معناه ان انا عندي اربع ثلاث محاور رباعية التماثل، يبقى ستة على الاثنين فيها الثلاثة، يعني ثلاث محاور رباعية التماثل. فزي ما قلنا ان درجة التماثل بيرمز لها بالايه؟ بالرقم اربعة، فبكتب اربعة. عدد المحاور اللي موجودة في النظام من الرتبة ديت او من درجة التماثل دي بيعملها اس. ده معناه ايه؟ معناه ان عندي ثلاث محاور رباعية التماثل في نظام المكعب، يعني ثلاث محاور رباعية التماثل، ده وده وده. لو جيت تبص هتلاقي ان المحور اللي انا ماسك منه ده اقدر اقسم البلورة لنصفين متماثلين، كل واحد فيهم صورة مرآة للاخر، عمودي على المحور الرباعي التماثل. فده بقول ايه؟ عندي كده ثلاث محاور رباعية التماثل عمودية على ثلاث مستويات تماثل، يعني هنا في مستوى تماثل وهنا كده في مستوى تماثل، كل محور رباعي لازم الاقي ايه؟ عمودي على ايه؟ على مستوى تماثل. فبعمل كده شرطة واكتب على ام. ده معناه ايه؟ معناه ان عندي ثلاث محاور رباعية التماثل عمودية على ثلاث مستويات تماثل. عامة كل المحاور اللي درجة التماثل بتاعتها زوجي، يعني اتنين واربعة وستة، لازم يكون عمودي على مستويات تماثل. يعني المحور اللي درجة التماثل ثنائي لازم يكون عمودي على مستوى تماثل، درجة التماثل رباعي لازم يكون عمودي على مستوى تماثل، درجة التماثل سداسي لازم يكون عمودي على مستوى تماثل في الأنظمة اللي احنا هندرسها دي. طب تعالوا نشوف برضو المحاور التانية. لو مسكت من كل زاوية مجسمة لزاوية مجسمة تانية بلاقي محور ثلاثي التماثل زي كده، واحد اتنين تلاتة صح، الوجه يتكرر ثلاث مرات، ده معناه ان ده محور ثلاثي التماثل. طب انا هنا عندي كام زاوية مجسمة؟ عندي تمانية، اربعة فوق واربعة تحت، بين كل اتنين بمسك بيديني ايه؟ بيديني محور تماثل ثلاثي التماثل. فيبقى عندي 8 على 2 فيها الكام؟ فيها الأربعة، يعني أنا كده عندي أربع محاور، أربع محاور الدرجة بتاعتهم إيه؟ ثلاثي التماثل. هل هم عمودين على مستويات التماثل؟ لا، هو هنا في الحالة ديت المحور درجة التماثل بتاعته فردية إيه؟ فمش هلاقيه عمودي على مستوى التماثل. وحتى لو أنت ما بصيتش للرقم اللي هو الفرد ده، لو جيت تطبق على البلورة كده مش هتعرف تقسمها عمرك كده لنصفين متماثلين، بالشكل اللي أنا ماسكه ده كده. عمرك كده ما تعرف تقسمها لنصفين متماثلين كده بالشكل ده.
اللي بعد كده المحاور اللي بعد كده اللي هي المحاور درجة تماثلها ثنائي. لو مسكت البلورة دي بالشكل ده كده من الحافة للحافة وبدأت ألف وجهه اهو هتلاقيه بيتكرر تاني اهو، يبقى ده المحور ده ثنائي التماثل. انا عندي هنا كام حافة؟ 12 حافة، 4 فوق و4 في الجوانب اهو و4 تحت، 12 حافة على 2 فيها 6. ده معناه ان انا عندي 6 محاور ثنائية التماثل، وهنا العدد زوجي يعني عمودي على 6 مستويات تماثل. ولازم تلاقي مركز تماثل لان الوجه ده فيه وجه بيقابله زيه بالظبط وعلى مسافة متساوية من مركز البلورة، والحافة دي برضو في حافة بتقابلها وعلى مسافة متساوية من مركز البلورة، والحافة دي برضو في حافة تانية بتقابلها تحت، وهكذا. الزاوية المقسمة دي في زاوية مقسمة تانية بتقابلها تحت وعلى مسافة متساوية من مركز البلورة، يبقى في مركز تماثل خلاص. يبقى انت كده لما تيجي تقول المعادلة دي هتقول ان انت عندك كده 3 محاور رباعية التماثل عمودية على 3 مستويات تماثل، وأربع محاور ثلاثية التماثل غير عمودية على مستويات تماثل، 6 محاور ثنائية التماثل عمودية على 6 مستويات تماثل ومركز تماثل. ده معناه ان انت عندك 9 مستويات تماثل في نظام ايه؟ المكعب. دي اللي بيسموها الكمبليت سيمتريكال او سيمتري فورميولا، اللي هي معادلة كاملة التماثل. اول ما تبص لها ممكن تقدر تطلع عناصر التماثل المختلفة اللي موجودة في الايزومتريك سيستم او في الكيوبيك سيستم اللي هو نظام المكعب. ندخل بعد كده على النظام اللي بعده اللي اسمه تتراجونال سيستم. هتلاقي او نظام الرباعي هتلاقي في محور واحد اهو رباعي التماثل عمودي على مستوى تماثل، لان الاوجه بتتكرر حواليه 4 مرات. فهتكتب كده محور رباعي التماثل، بس طبعا اس واحد مش بتتكتب، عمودي على مستوى تماثل. هتيجي تمسكها بالوضع ده كده من الوجه للوجه هتلاقي ان ده محور ثنائي التماثل، الوجه ده بيتكرر اهو بيتكرر هنا، او الوجه ده برضو بيتكرر وبيتكرر هنا، بيتكرر مرتين بس، فده محور ثنائي التماثل. لو مسكتهم الوجهين التانيين برضو بالشكل ده هتلاقيه برضو كمان محور ثنائي التماثل. يبقى من كل وجهين محور، يبقى انت عندك كام وجه؟ 4 على 2 فيها 2. يبقى انت عندك كام وجه كده؟ 4 هم على 2 فيها 2، يعني في محورين هنا ثنائيين التماثل. ممكن تمسكها ماسكه تانية من الحافه للحافه، عندك كام حافة؟ 4 على 2 برضو فيها ايه؟ فيها 2. يبقى انت عندك كده 2 اهمت محورين ثنائيين التماثل اهو، ومحورين تانيين اهمت ثنائيين التماثل. يبقى انت كده عندك 4 محاور ثنائية التماثل. هل هم عمودين على مستوى التماثل؟ خلاص احنا عرفنا لازم تلاقي عمود على مستوى التماثل ما دام درجة التماثل زوجي اهي. لو انا مسكت كده اقدر اسمها كده النصفين متماثلين؟ اه، اشد خط كده واسمها النصفين متماثلين. لو مسكت كده اقدر اقسمها لنصفين متماثلين كل واحد فيهم صوره مرآة للاخر؟ اه. وطبعا لازم تكتب على ام وتكتب ان اللي هو مركز التماثل اللي اتفقنا عليه. يبقى في الشكل ده كده هتلاقي عندك 4 مستويات تماثل، ومستوى تماثل اهوت يبقوا 5 مستويات تماثل في نظام الرباعي. ندخل على النظام اللي بعده اللي هو أورثورومبيك الأورثورومبيك سيستم. النظام اللي بعد كده يا جماعة لو جينا نمسك البلورة هنلاقي فيها ده محور ثنائي التماثل وده محور ثنائي التماثل وده محور ثنائي التماثل كده. هذا الشكل ده، الوجه ده بيتكرر اهو والوجه ده بيتكرر مرتين بس، يبقى ده محور ثنائي التماثل. ولو مسكتها كده هلاقي محور ثنائي التماثل برضه كده، الوجه ده بيتكرر تاني. ولو مسكتها كل المحاور البلورية سواء كده او كده او كده ثنائية التماثل، برضه عمودين على مستويات التماثل. ده معناه ان انا عندي 3 محاور ثنائية التماثل عمودية على 3 مستويات تماثل ومركز تماثل. ده في نظام معين قائم. يبقى انت عندك هنا 3 مستويات تماثل في نظام معين. النظام اللي بعد كده اللي هو اسمه مونوكلينيك اللي هو احادي الميل. النظام ده لو مسكته بالشكل ده كده وبصيت على الوجه ده وجيت تلف هتلاقيه بيتكرر تاني اهوت. ده معناه ان ده محور ثنائي التماثل
عمودي على مستوى تماسه. لو مسكته اي مسكة تانية بقى زي كده مثلا وجيت تلف، بص للشكل ده كويس وجيت تلف كده، هتلاقيها اهوت بس المعكوس بتاعه. فبالتالي ده ما ينفعش اقول عليه ان محور تماسل دوران، يبقى انت عندك محور واحد بس هو التماسل اللي هو محور ثنائي التماسل، وهو يعتبر في الاصل محور بي في العناصر البلورية. محور واحد بس ثنائي التماسل عمودي على مستوى تماسل، فاكتب محور ثنائي عمودي على مستوى تماسل، وطبعا في مركز تماسل. التراي كلينيك ما بتلاقيش فيه محاور تماسل خالص خالص، لما مسكته كده او اي مكان تمسكه منه مش هتلاقي فيه محاور تماسل، لكن برضو بيظل فيه حاجه اسمها السنتر اوف سيمتري او مركز التماسل. علشان بص كده، لو جيت تبص هتلاقي فيه هنا حافه اهيت، في بالظبط حافه في المقابل زيها تحت هنا كده، حافه دي في المقابل حافه زيها، الزاويه المجسمه دي في المقابل زاويه مجسمه زيها بالظبط، الزاويه المجسمه اللي فوق دي في المقابل زاويه مجسمه زيها بالظبط، كلهم على مسافه متساويه من مركز البلوره، او كل واحد فيهم على مسافه متساويه من مركز البلوره بالنسبه للايه للجزء المقابل اللي فهنا مركز تماسل. هندخل بعد كده يا جماعه على الاليمنتس اوف سيمتري لنظام تريجونال او عناصر التماسل لنظام الثلاثي. نظام الثلاثي زي ما قلنا مع بعض قبل كده يا جماعه ان هو بيتميز ان فيه محور واحد بس ثلاثي التماسل. يعني لو مسكت البلوره بالشكل ده كده وبدات الف هلاقي ده واحد الشكل اهو، الوجه ده 2 3، يعني ده محور ثلاثي التماسل. لو مسكتها باي طريقه تانية مش هلاقي ان هو فيه محور تماسل ثلاثي غير المحور ده بس الشكل ده كده. فمن خلال ان انا لقيت محور واحد بس ثلاثي التماسل وغير عمودي على مستوى التماسل عرفت ان ده نظام ترايجونال سيستم اللي هو قدامنا ده. في طيب هنا في محور واحد بس ثلاثي التماسل، هل في محاور تانية تماسل؟ اه، لو مسكت من الحافة للحافة المقابلة كده وحددت الوجه ده مثلا وجيت الف، بص الوجه بيتكرر كمان مرة، ده معناه ان ده محور ايه؟ ثنائي التماسل. يعني عندنا 3 محاور ثنائية التماسل. هل هو عمودي على مستوى تماسل؟ اه، يعني كده اقدر اقسمها لنصفين متماثلين عمودي على الايه؟ على المحور اللي انا ماسكه بالشكل ده كده، اقدر اقسمها كده لنصفين متماثلين عمودي على محور ثنائي التماسل. بلاقي عندي كام محور ثنائي التماسل؟ 3 محاور. انا ماسك من واحد اهو، وده كده 2، وده كده 3. 3 محاور ثنائية التماسل، ده 1 2 والثالث اللي انا ماسك منه. عمودية على 3 مستويات تماسل، وطبعا في مركز تماسل. نيجي بعد كده للنظام اللي بعده اسمه الهكساجونال او السداسي، هنلاقي ان في محور واحد بس سداسي التماسل اللي انا ماسك منه، الاوجه بتتكرر حوالي 6 مرات وعمودي على مستوى تماسل. فعندي هنا محور سداسي التماسل عمودي على ايه؟ على مستوى تماسل. ولو جيت امسك برضه بالشكل ده كده الاقي ان المحور اللي انا ماسك منه ده ثنائي التماسل الشكل ده كده بيتكرر تاني مره، او اي وجه في دول ممكن مثلا تحدد الوجه ده 1 هتلاقيه بيتكرر 2 هنا اهو، فده معناه ان المحور اللي انا ماسك منه ايه؟ ثنائي التماسل. يبقى انا عندي بين كل حافتين في الجنب هنا كده محور ثنائي التماسل، عندي كام حافه؟ 6 حواف. يبقى انا كده عندي 3 محاور ثنائيه التماسل. طيب ممكن اسيب الحواف وامسك من الزوايا المجسمه، يبقى انا لو مسكت من الزاويه المجسمه برضو هلاقي محور ثنائي الايه؟ التماسل. عندي كام زاويه مجسمه برضو هنا في الحواف؟ عندي 6، على الاثنين يبقى فيها 3، يبقى 3 و3 6 محاور ثنائية التماسل. طب هي عمودية على مستويات تماسل؟ اه، ممكن اقسم البلورة كده الى نصفين متماثلين عمودي على المحور اللي انا ماسك منه او كده. اقدر اقسمها كده لنصفين متماثلين عمودي على المحور اللي انا ماسك منه. فكده عندي 7 مستويات تماسل. وطبعا مركز تماسل.